السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا العظيمة. شكرا على دعمكم وكومنتاتكم وانتقاداتكم خصوصا في الحلقة الماضية، والحمد لله اني ما صورت الحلقة هذه الا بعد ما قريت كومنتاتكم. للأمانة كانت في انتقادات كثير على انشاء المملكة واني استعجلت والجيش جدا ضعيف وما اسست التأسيس الصحيح. مثل ما تلاحظون أنا رجعت تقريبا 10 دقائق في التخزينة اللي هي نهاية الحلقة الماضية. ما عندي مشكلة أنا بالمليون هذا، إن شاء الله راح أضبط فيه الأوضاع، ولا عندي مشكلة في الجيش، ولا عندي مشكلة في الحروب اللي من الطرفين جتني من العرب ومن الحلوين هذول الثانيين ساوث إمباير. لكن الأمانة الإشكالية الكبيرة اللي ضايقتني إن يوم جيت أكلم أزراغوس هذا أو أرزاغوس، كان الهدف من كلامي معاه على أساس إن إنشاء المملكة عن طريقه، والشغلة الثانية والأهم إنه بيعطيني معاهدة سلام بيني وبين العرب. فطلع هذا الكلام كله من الإصدارات القديمة، لكن أنا ألعب على الإصدار الأخير فتغيرت مجرى الأمور كلها، ولازم أنك تحط حاكم أو جوفرنر وتكلمه وتنشئ المملكة. يعني باختصار المشن الرئيسي هذا حق أرزاقوس ما لي لزمة فيه، وأنا رجعت بالتخزينة هذه عشان أسحب على أبو جدة. ليه؟ لأنه يطيحك في كويست، لو تذكرون كنت أسألكم في الحلقة الماضية، طلع مشهد سينمائي كذا وفي ناس يتآمرون ومدري إيش، فيه تشتت كبير بيسببه لي هذا في السلسلة. شوفون الوجه هذا، اي والله هذا كان بيعدم السلسلة علي. نصايح كثير جتني اني ما امشي في المشن حقه، لان ايش بيسوي هذا؟ هو الخضرة حقه هذا، سلمكم الله كل شوي بيعطيني تنبيهات وكوستات انا في غنى عنها، وفي كرفان محملة اسلحة بيجيك بعد 5 ايام انتظره، اتحرك من المدينة الفلانية وبيوصل الى المدينة الفلانية وكذا. انا متأكد انكم توافقوني الرأي ان ما نتعمق في القصة ومشنات القصة، وانا اصلا من يوم ابتديت السلسلة هدفي شيء واحد، اني اسيطر على الماب وانشئ مملكتي. فهذا العشر دقائق الاخيرة من الحلقة الماضية سامحوني بالغلطة هذه، واني راح ارجع وارجعها. وانا كنت جاي انقذني يا صوفي وانقذني، طلع مش بس ما ينقذني، طلع ينكبني. شكرا والله من اعماق قلبي للي لاعبين اللعبة وكتبوا لي هذا الكومنت او النصيحة هذه المهمة جدا. غير كذا النصيحة المهمة اللي جتني اني ما اعدم احد من النبلاء او الحكام اللي يجوني، وهذه فرصة عظيمة اني بعدين اضمهم للمملكة. اصلا كذا كذا هم ينحاشون عليك اذا طولوا. شوف الجندي هذا اللي عاجبني، علاقاتي معهم صفر مثل ما تشوفون، انا بحرر الجميع. I have decided to free you, you may go. فكذا راح تزيد علاقاتي معاهم، وبسهولة ممكن اضمهم بعدين للمملكة. واذا كانت معاهم قلاع او مدن راح يضمون هذه المدن والقلاع معاهم وجيشهم، فهذا راح يخدمني كثير. هلا باللحية الغانمة، set you free, very grateful. شيل اليوم يوم الكرم والرحمة، هذه رحمة المتابعين، وهذه سلسلة مشتركة، يعني اللي تامرون فيه ان شاء الله نسويه مع بعض. الشغلة الثانية سلمكم الله، الله يعطيه العافية، حسن جاني الديسكورد وحط لي هذه الرسالة، جاب لي المودات اللي أتمناها، مود التقطيع جبته هنا، والحين جاب لي المود اللي كنت أتمناها اللي هو cut through all، يعني إذا كان فيه 3 أشخاص في نفس مدى الضربة حقي راح يقصهم 3، وهذه تضيف واقعية وجمالية للعبة بشكل رهيب جدا. الثاني كان أن الجنود هذا اللي يشاركون بالمعارك معاك ويقتلون كثير ممكن تحولهم الى كومبانيون او رفقاء، وتعرفون الحلو في الموضوع ان الرفقاء هذول ممكن اعينهم كحكام للمدن. وانا عندي اشكالية صراحة، يعني الحكام ما عندي نفس جنسية المدن، يعني الحين لو كانوا عندي جنود خوزيت وادوا بالمعارك ممكن ارقيهم ولين ما يوصلون معي مرحلة الحكام ويمسكون المدن هذه ويزيدون الولاء فيها بسبب نفس الجنسية أو نفس المملكة أو نفس الثقافة الكلتشر تبع المدينة هذه. هذا هو مود التقطيع يا شباب، تلقونه في الديسكورد، ويا مرحبا بكم في الديسكورد، أرسل هو الرابط. المود الثالث كان ريز يور بانر اللي هو الإعلام، إعلان كلان المملكة حقي، تقريبا أنا حولته أسود ما أدري ليش يا أخي يرجع أحمر. فهذا الإعلام يا شباب اللي تشوفونها راح يكونون الجنود بشكل أو صورة واقعية جميلة جدا في المعارك. شوف هذه الرسالة وصلت، متمردين من بنو سرمل يبون ينفصلون من المملكة. برضو خبروني الشباب قالوا لي هذه أو خيار ثاني كان عندك أفضل، أنك تترك المملكة عن طريق أنك تكلم أنكد. شوف هذا نضاف مع المود سكولر، يقول لك زي التعليم حصة أو درس تحضره وكل شوي يطور لك في شغلة معينة. مثلا الحين عندهم حصة البولار تدفع 1000 وتحضر أنت والكومبانيون اللي معك، حتى أروى يمدينا نحضرها. خلنا من باب التجربة يطلع التوتر 5000 شخص الواحد ب1000، خلنا نشوف.
انا ما تعلمت، بس الهنتر او السكاوت اللي معي ذا هانترس جين 2 سكيل بوينت ان بولار، ونفس الشيء الثاني تعلم 3، يمكن بسبب انه ما عندي سكيل بوينت في التعلم، ما اعرف شوف اختفى تقريبا كل فتره، بين فتره وفتره يظهر وممكن تحضر التعلم. طريقه ثانيه لتطوير شخصيتك، هذه الطريقه الثانيه يا شباب. جينا نكلم انكد، خلنا نشوف. ماي لورد اي ويش تو بي ريليست فروم ماي اوث، يبي يتخلى عن القسم حقه، خلنا نشوف ايش يقول. اوف يا شباب والله يمدي، خلنا اعطيكم الترجمه هذه الفوريه. يقول لي بما ان صار الوضع متعب او حمل ثقيل عليك، اخ ودي اجرب هذا البرنامج. ايوه، هل اصبح قسمك مرهقا غير المعتاد طلب الافراج من الولاء؟ ولكن فيما يتعلق في خدمتك الجيده، ما وده يعني يجبرني اني ابقى معه وراح يفتقدني بصوره كبيره. الله، ما كانت اجمل الطريقه هذه يا شباب من السحبه الوسخ اللي سويته. بعدين انا ما ودي اتحارب معهم، ودي في النهايه معهم، فخلنا نجرب. something i must do، شيء يجب اني اسويه، اني اخذ هذا الطريق. ولكن الخيار الثاني يقول والله صحيح يا سيدي، مكاني هنا. something i must do، او الطريقه هذه اذا وافقت راح اعطيه كل المدن اللي معي. يا وسخ يا وسخ، شوي كنت بتجيب راسي. قلت لا لا خلاص راح ابقى. قال لي ان شاء الله ان ترمي الافكار هذه السيئه من راسك. والله برميك انت من راسي. بس شوفوا يعني في خيار ثاني محترم، اترك له المدن هذه اكلات واورت وتشي كانت ودوكو اللي بياخذها كذا كذا، بس راح احافظ بكل قوتي على هذه المدينه. فيه بيرك جميل في الشارم ان 50% النفوذ هذا اقل راح استخدمه في حالة استخدام اي من القرارات في المملكة، يعني مثلا اعلان حرب اعلان سلام، هذا راح يفيدني بصورة جدا كبيرة بعد شوي، لان الانفلونس هذا مثل ما شفتوا انه يصفر، فراح اخذه وراح يفرق معي كثير. يا شباب انا جاي هنا من اتجاه العرب بعد ما كلمت انكد، جاي اشوف ادرم مسوي له بارتي، وين تاكي؟ تاكي عند اودوكو. كم القوات؟ واحد 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 واحد. لا حول ولا قوة بالله، ايش تسوي هنا؟ يعني الحين انا يوم بعلن هذا على طول الجيش جاهز، اول ما اعلن حرب على الطق بيعطونها حصار. والله العظيم حظي اوسخ من كذا ما بي. المشكله ان جالس اخلي البارتيات حقي يجمعون جنود عشان اقدر استفيد منهم. كم وصلنا؟ حلو، انا 197 الماكسيمم وهم 100 من 118 113 113. والله انا ساعدتهم بالتجنيد، اجند واروح اعطيهم الجنود، واخرته هذا ادرم يسوي بارتي ويستدعيهم بسهوله، بيستنزف جنودي على الفاضي. غير كذا الغلطه حضرتني اني ما فتحت المحلات، المفترض اني على طول افتح محلات من قبل لا انشا المملكه بحيث اني اضمن لي دخل، لان على طول السالب شنيع بيجيني، فهذا شيء لعله يحد من المشكله. في عندي 3 محلات، ويفري وحق الجلود هذا التنري والسميثي، راح اشتريهم كلهم. امول يا امول، بنشتري المحل يا سلايسر. اي اوفر يو ماي لويالتي يور لوردشيب، الحين كملك الكل يعاملني كملك. اعطيني السميثي بكم؟ 26000. ايش عندك انت؟ الويفري ب 26000 بعد، هات. طيب اعطيني التنري حقك ب 26000. اي ماست ليف. اوكي، السوق هنا مختلف عندهم، ما شاء الله على اشراقة الشمس، كل شغال في المدينة، كل مدينة لها تفاصيلها. والله يعني اقل شيء اقل شيء، اعطوني 5 ثواني ارويكم نظرة على المدينة. يعني الناس تعبوا في التصميم يا شباب، المشكلة الإضاءة شوية سيئة مع الشمس للأمانة. طيب كذا شرينا 3 محلات اللي موجودة عندي، لكن الانتاج هنا جرين وجرين وشيب، الشيب ما راح استفيد منه، لكن جرين راح احول واحد من المحلات الى بريوري، لكن والله ما اعرف اي واحد اضعف في الانتاج، تقريبا السميثي غالبا. وينه؟ هذا له 3 محلات، السميثي نحوله الى البريوري عشان لا انساه بعدين، بريوري جدا مهم واكيد انتاجه بيكون افضل من الثلاثه كلهم. اي هي انا عادني ما انشات المملكه وفي السالب كذا، مشكله يا عزيزي. المشكله المدن الثانيه ما فيها غير كاو وشيب واحصنه، ما تقدر تستفيد منها. اكلات جيب ستيب هورس، حتى من ناحية الدخل يا زين اورتيزا تعطيني 1000، اكلات تعطيني 700، اورتن جارد هذه تعطيني 100، هذه تعطيني 100 بس، الدخل دخل المدن جدا سيء. والله يا مصاريف علي بسبب الجاريسون او الحرس تبع القلاع هذه الصغيرة، القلاع الصغيرة هذه كلها فيها حرس وياخذون علي، عشان كذا الدخل جدا سيء حاليا عندي.
أنا هدفي أحشر جنودي كلهم هنا. في حركة حلوة أني أروح أجند اللي في المدن كلها وأجي أتبرع للكيب، أسوي مانج جاريسون وأجيب الجنود اللي جبتهم وعبي عبي. أقدر أحط 500 هنا حرس، بس طبعا ميزانية. الحلقة الماضية بديت أنا و 900,000 تركت العرب، الحين مفروض أن يكون وصلت المليون إلا نزلت. خلنا نستدعي الحلوين هذا اللي نسيتهم في الحلقة الماضية. عزينا زوجة نوجان على بال أخته، ظهر ما عنده أخوات، عنده الأخ هذا الوحيد. ونروح أحلى كينجدم نسوي له أحلى ليف وأحلى زعل اللي يزعلونه، ونيجي نكلم أروار الحاكمة. نختار الخوزية نفس آخر مرة بريول. وحان الوعد يا لابسي لب الندى. المشهد هذا شفتوه ما راح اكرره. نهاية الحلقة الماضية وكذا انشأنا المملكة كم الهدنة 100 طبعا معلنين الحرب على طول. اسيراي 50 هذا اللي ندفع لهم هي 5000. الهدنة هنا يا شباب 5000 5550 خلها 55 رقم جميل. لازم نجمع 50 انفلونس بسرعة باسرع ما يمكن. عشان ايش؟ ايش اقدر اسوي انا؟ جيشهم اكيد قريب، اتوقع هو بيروح الى ادوكو. شفناه نهاية الحلقة الماضية ليش مثبت هذا. فتحت محلات بتدعمني شوية اقتصاديا. هذا مستعجلين الحلوين الزرق بياخذون ساوث امباير، بياخذون ماكب، وبتبقى بعدين اخر مدينة للخوزيت هذه باذن الله اني باخذها. بحاول اخذ ثنتين. خلنا نشوف تحركات انكد وش بيقدر اسوي. انا كذا كذا لازم اقدم الوقت وما يمدينا نسوي اي شيء. نسوي استدعاء لجيوشنا. اورس وين البقية؟ لا تقول لي مسكوها اسير لانها كانت داخلها مع ارمي. دكلير وور دكلير وور. اي والله بريزنر حرام، 100 جندي معاها. كان انتظرت شوي، غلطتي فكيتهم عشان يتجندون. ثمزة بارتي، وين الثمزة بارتي هذا؟ مين اللي صادها؟ ثمزة اوف بني خرز، هلا بالسكسوك الغانمة في كرز توداي. يمدينا نروح نهربها. وين كرز؟ هنا كانت، هنا وشلوها. هو في جيش اقول لكم هنا قريب. اسكيب كفو والله، اسكيب لكن بدون الجنود. ايش الفائدة؟ ريجروبينج. الحين في ظل الأجواء الحربية هذه يا شباب إيش نسوي؟ خلنا نستدعي أوتكاست موجود هلابي، افتح لك بارتي لحالك يا وحش. ونسوي الحركة هذيك، نعطيه جنودنا كلهم، شل 105 بس يقدر. بعدها نروح نجند يور ستلمنت أودوكو. هشام أتوقع ما راح يمدينا يلحق عليها. وصلنا 25، بيأخذ له مدينة وقلعة يمكن على بال ما أوصل. أنا اللي بسويه اني اجند. ما شاء الله شيل واحشرهم كلهم هنا. فالانديا ديكلير وور اون موست وانتد. خير خير يا اخر الدنيا، انت اشتريد اشتريد يا النشبة. هذا اللي مسكت راسه يا شباب وما افرجت عنه، والله هذا اللي مسكت راسه وحطيت السيف فوق رقبته. الحين يعلن الحرب علي. شفتوا لو عدمته مو بأحسن وتقولوا لي علاقتك مع علاقتك؟ علاقتي معه سالب 22. ودي أسوي له مسج كذا أقول له ما تذكر وانت تحت الفاس. وهذا بيحتاج له 50 انفلونس ثاني. هي مسألة صبر، بس الحمد لله أن عندي أكثر من مدينة أشتتهم فيها وأكثر من قلعة. لكن تخيلوا لو ما كان عندي هذا كله، فكان الوضع بهذلة. على طول بيجون المدينة الوحيدة وبيجلدوني أنا وجيشي. لكن الحين إيش يمديني؟ أروح الجاريسون سوي مانج وأعطيه وعبي. إيش فيه؟ ألو ستورجيا، والله جايكم والله جايكم. أنا على بالي الساوث يأخذون، طلع الستورجيا حبيبي. ورجعوا مدينتهم هذه الظاهر. لا لا لا، الشعب يقوى بسرعة يا ولد. خلنا حافظ على مركزي. أنا حاليا في وضعية دفاع، دفاع قوي جدا. مو بس دفاع، مانج جاريسون في 88 هنا في القلعة هذه. ليه ما اشلهم 88 اشلهم القلعة هذه؟ والله فكرة طيبة. انا على اساس بروح المدينة هذه بجند، بس القلاع البسيطة اللي حواليني بفضيهم. اضحي بارتيغان واشل الجنود اللي فيه. فيه 400 مدافع، 200 جاريسون، يكون مركز قوتي في مكان واحد افضل. عبي ودوكو كان مفروض اني افضيها من الجاريسون او الكسل هذا. حلو، هنا 340. يا اخي انا مستغرب، هل هذه القلاع التابعة للمدينة يجون يدافعون في اثناء انهم لو جو هجموا على المدينة الجيش اللي موجود في القلعة ما يروح يدافع على المدينة؟ فيريت ان القلعة التابعة للمدينة هذه يروحون يدافعون، تمنيت هذا الشيء. فاللي بسويه يدويا باخذ بشل من القلعة بحطه في الكيب حق شو اسمه اكلات. كذا اتوقع الوضع 200 200 يمدنا ندافع عن اكلات. وهذه كذا كذا ادفع رواتبهم على الفاضي. يرسلت المنتندر تاك. وين وصلوا الحين؟ حرب من جميع النواحي والله ما يصير. اوه وصلنا 50.
على طول اعطيهم هدنة بعد ما ياخذون ادوك المشكلة. وات 6000 6490 علاقتي معك كويسة يا انكد. طيب ايش الفرق هذا بربو... هذا بيس وهذا الهدنة 50 وهذا يستهلك 40 في حكا... في حالة ان علاقتي معك كويسة اتوقع. خلنا نسوي هذا الديفنس يور فيسل. اها كلهم بيعطونها وضعية الدفاعات ما راح يهاجمون العرب. يا ابوي دافعوا بس دافعوا تحاربون مين تخلون من. اتوقع العرب يمدينا نسوي بيس معهم. Your army exhausted. Reputation cost you 4 influence. شيل. حلو. اقل و... لا والله ما تحول سلام. ايش السالفة؟ فالنديان. ما اريد فالنديان الله يخرب بيت الفالنديان. ما اريد الفالنديان. من الفالنديان؟ استغفر الله العظيم. اريد مع العرب. يلا ننتظر. مدينة ثانية بتروح علي. والله ضغط بالغلط على بال انها انكد بس انها تمشي البيس هذا ولا ياخذ فلوس مني. والله ما ياخذ تقريبا. اذا كانت في هدنة بتكون 4000 ما في شيء 4000. المهم خلنا نوصل الجنود حنا على كل حال. عبي 564 فل. يمدينا ازيد الكباسيتي هذا. اتذكر في شيء هذا باركس بونس تو جاريسون كباسيتي هذا هو يزيد 30% تقريبا او 30 بالضبط العدد 30. حلو السكيورتي يزيد بسبب زيادة القوات في المدينة طبعا. الولاء الولاء لازم اجيب احد من الجنود على حسب المود اللي ضفته. احنا بنخوض معارك وبنشوف اذا قتل كثير الجندي خوزيتي بخليه هو ماسك المدينة هذه عشان مشكلة الولاء. Your settlement اكلات ايوة يا اخي ودي اشوف كم جيشهم العرب. صح اني خنتهم 100 800 والله شوي 800 خليه يقرب راسه بس. تالي ايش تسوي في اودوكو؟ اودوكو خذوها فتحنا فيها بارتي. هذا المشكلة يوم يصيدونها ترجع تستهبل. المدن هذه ما هي بتجارية ولا دخلها كويس ولا اقدر افتح فيها محلات. فالأمانة ما عندي اشكالية فيها. تلاحظون شيء يا شباب انه حتى التخزينة هذه لو رجعت اشغلها من جديد الحين ان في شغلات كثير تختلف. ابدا النتائج ما تكون نفسها. يعني مثلا لو عدت التخزين الحين ممكن هذا لا ما يهجمون علي هذا لا يهجمون علي. نفس التخزينة الماضية. تلوين زبطنا المزابيط نظبط المظابيط مع العرب. استرج يا اجل تعلن الحرب عليه. ايك بيس يا ولدي يا زين البيس اقسم بالله اني امس طول فتره الدوام وانا جالس شايل هم الحرب مع هذا لو حرب مع هذا لا اقوى اثنين. وات يا اخي اقسم بالله مستحيل اخطيت مره ثانيه. يا الربع محدد انا على العرب فيه اشكاليه. بس تعال تعال ودي اعرف الزرق هذا كم قوتهم. سيراي 9000 الزرق 5600 حمر طايرين هذا لا طايرين متاني مساكين. حنا مجموعة المساكين هنا والله فرصة. ودي اشوف كم الدفاعات فيها دام يمدينا. ان شاء الله العرب ما يمديهم ياخذون مدينة ثانية. اكلات انقلبوا ضدي ولا ايش السالفة؟ هذه قافلة حقت مين هذه؟ كرفان اوف بريوري هو جالس يوزع. كفو يا وحش. يور سيتلمنت هكون يا هشام اقسم بالله لا اجي اجلدك. الحمد لله انا وصلت 40 بسرعة. يا اخي ايش الفرق يا شباب؟ اقسم بالله انا ما فهمت. يعني كيف هذا اغلى من هذا؟ اني يعني ادفع لهم هدنة اغلى من اني اسوي بيس معاهم. وهل العلاقات تأثر؟ او بسبب انهم داخلين حرب مع افراد ثانيين فعشان كذا يقبلون الدنيا كلها حرب فاي معاهدة سلام تجي يوافقون عليها؟ انا مش فاهم والله الموضوع هذا. والله عيب يا شباب. اكلات خذوها مني، ودوكو خذوها مني، كانهم شطحوا العرب زيادة. يور سيتلمنت كاسل بيسي والله يا هشام فليت امها. هكون كاسل. طيب تدري ايش؟ خلنا بنرجع 64 يمديني اعطيها معاهدة السلام. بس قبل معاهدة السلام ودي اسوي شغلة ارجع اكلات. فيها ديفندرز 88 والله ارجعها بسهولة. 22 ناو انفلونس. الانفلونس اللي بينقذني في معاهدات السلام. والله هذا البدي ارمر جدا سيء على فكرة. يبالي اقوي شو اسمه بس هذاك شكله اجمل. يبالنا نترك الشكل ونقوي لهذا عشان لا نفقد السيطرة. بس اكلات تاكينج الكشن شو ميرسي كلهم يعني ينتظرون مني الرحمه يعرفون قائدهم الرحيم. الحين سيراي تعالوا. السلام عليكم. رجعنا اكلات. هل معقوله بسبب المود اللي انا ضايفه ولا اللعبه هيك فيها السلام؟ المشكله ما جربت الامور هذه. مكبيس هكون ما لحقنا عليه. هكون خذوها. اسمع عليه كاسل ياخذونها ولا ياخذون مدينه كامله؟ مدينه تابعت لها كم قرى؟ اثنين من القرى يدفعون لي فلوس. ميزانيتنا مضروبه وما زالت سالب 1000. تعال وش صار على المحلات؟ بريوري 147، تنري شغال 200 200 عندهم. سيلفر اللي في اورتيزا قام ما يدخل لي شيء. يبالنا نبيعه اذا حصلناه كذا بعدين. الحين احلى ديسباند ارمي. وا
والله علاقاتي طيبة، ما أدري هل بسبب التشارم. التشارم عندي 126، أنهم يقبلون شو اسمه المعاهدات اللي مني، شيء رهيب. الحين الحلوين هذا، لا هذا هدفي القادم يا أخي. أشتري لهم أكل يرحم والديك. أيوه ساوث إمباير. لا 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 لا. جاني أقوى واحد في اللعبة. أول العرب أقوى منهم 9000. العرب كم وصلوا؟ 9000 نفسهم. أقوى اثنين في اللعبة. أوف الحمر طاروا 10000. يا أخي ما تفهم لها اللعبة هذه، كل شوي واحد يصير الأقوى. متى وانت تصير الأقوى؟ إيه طيب نحارب القوي، نشطح كذا. والله ما أريد، أريد هنا. أنا فكرتي إني أشطح كذا الأزرق، ناخذ هذه المنطقة كاملة، وتحت هذا يتخابصون. فاللي بيصير كالتالي، أني يعني بعلن الحرب على هذا، وبعدين بنشوف إنه بلاء من عندهم بعد ما نهجم على. كيف أزيد علاقاتي مع البلاير؟ تخبروني يا شباب. شوف مثلا الكلانات هذه اللي موجودة في ستورجيا، وانا اعرف اني بهجم عليهم، عندهم هذا القلاع او هذا المدن، فودي اجرب مثلا هذا الجماجم. الليدر جودن عنده ستلمنت واحد، خلنا نرسل له مرسول. فسلوا في ستورجيا علاقتي معه صفر. خلنا نشوف لنا شخص ثاني من كلانات ستورجيا، مثلا السفينة هذه معاهم اومر، قائدهم اوليك، علاقتي صفر. طاقاته طيبة سنت. ودي اشوف هذا الاثنين. وصلت اول رسالة. اي اي دونت ثينك اي نو يو بيث تو يو سترينجر. السلام عليكم، ما اعرفك. اي وانتد، يعرفني بنفسه، انا عارف من انت. ذير از سمثينج ايد لايك تو ديسكاس. بروبوزل ممكن اعطيه. في واحد كتب لي كومنت ان لو طورت الشارم تقريبا او احد المهارات يمديك تشتري قلاع بفلوسك او مدن من كثر فلوسي. عاد يا شباب كانديديت وات دو يو ثينك. راجن فاد هذا اللي هو ملك ستورجيا، فاساله. اي ويل نوت لسن تو سوتش ماترز وايل ام ان ارمي. اوه يقول انا حاليا في الجيش، فانتظر فرصه انه يكون في قلعه ولا شيء واجي ارتبه اقردنه. هذا الناشبين فاوكي، هذا نعطيه فيفرت يا شباب. جودن ضمناه. عمره 58 الشايب. طيب ليه ما اركز لي الحين واحد من الخوزيت بما انه ما زالت مملكه الخوزيت؟ خلي المرسول الثاني يجي عشان لا اخبص الدنيا. وانتد سبين اوايل، قابلته من قبل هذا. لا هذا مشن. اوكي مشن، ممكن عندها مشن، فاذا خلص لياه ممكن اضمنه. عمره 57. ايش سالفتي مع الشيبان؟ اوكي ريليشن شيب نوت ديب انف تو هذا. خلينا نشوف المشن حقه. يقول لي ابغاك تروح لبعض المزارعين، هو الظاهر مشغول مع الحرب وكذا، وتروح بعض المدن وتسوي كولكت. طيب ليه ما اعطي كومبانيون الشغله هذه؟ ليش انا اروح اسويها؟ ما يعرف اني ملك اجمع ارباحها من المزارع. سمبل اي ويل تيك 1130 دينار. طيب خلينا نشوف المشن. يقول لي بيعطيني 1100 اذا قدرت اطلع منهم اكثر فهذا حلالك، بس هذا المعتاد اللي ياخذه منهم. تاكسز فروم رنت اول فيليج ذات باوند اندر امر. الفيليج عنده اثنين، تشور وسكور. شور مسوي لها عليها تراك، وسكور ايش سالفته انا مسوي تراك على الجميع، ولا هو سوى لي سكور عليه تراك عليهم. اوه بعيدات والله. تخيل اضرب هذا المشوار كله عشان اجيب 1000 دينار. لا وامر في منطقه الحرب. هذا خلاص يا حلوين. اوه ذس وور از نوت جون. شو اسمه الحرب هذه لازم تدوم فتره اطول، عشان لازم ننتظر الجلد شوي بعدين اقدر اعلن السلام معهم. طيب العرب وهذا لا صبرت عليهم انا الظاهر كفايه. هذا لا ناويين يغدرون فيني ولا ايش؟ والله الزرق احس في خيانات. لا واضح واضح في خيانات. كانوا يتحاربون مع احد يمكن انا. هذا معي له مشن. شوف بارتياتهم كلها مفرقه من 24 27. والله لا اجلد اهلهم جلد. هذا اللي نتغذى فيهم لين ما نوصل للممالك الكبيره. غلط اني ابدا مع الكبار الحين. المشكله انه بالواحد قالوا لي انهم غاليين، فانا ودي اشوف سعرهم عشان اعرف الميزانيه. اوكي لا ويدخلون قلعتي بعد. اوتكاست الحلوين كل واحد جمع له 100، باقي وروس. جمعوا جمعوا يا رجال. حلو الجارسون هنا 500، يعني اي احد بيهجم بيقابل 1100 مدافع. قوتي كلها تكمن في شيكان شيطان، هذا بسميها مدينة الشياطين هذه. الحمد لله صبرت كفاية، احلى بيس. طيب كذا ضبطنا وضعنا من ناحية الدفاعات. الحين نروح ناخذ ما تبقى من المملكة الخوزيتية، فنروح نلحق المدينة هذه، نستدعي البارتيات الجميلة اللي معنا ونقول لهم تعالوا عندنا غزوة طيبة نلحق. ويا كثر ما جتني كومنتات على التو هاند السيف التو هاند. وصلت 49. ورأي يا شباب انا شغال في الحداد، بس انه ايش ما ودي الوضع يكون ممل وارويكم شغل الحدادة في كل حلقة، لكن اعرفوا اني شغال قدر المستطاع يعني فيه. وفيه مثل ما تشوفون سيوف انفتحت عندي، وهذا جديد عندي، وهذا الفلات، ونشوف كم يجيب لنا هذا سعره. طبعا مش لازم انا شو اسمه اطول كل شيء، لكن طالما ان ما في ارقام حمراء تجي والدمج
ما يتأثر، شوف 62 فخلاص الأمور طيبة. يبيلنا هاردوود، والله الهاردوود خلصته، خلنا نصنع سلاح واحد. الشغلة الثانية إني أسوي كرفان وأعطيه الأسلحة هذه ويبيعها، وحسب كلامكم إنه توصل أسعاره إلى 100,000 السيف الواحد. ودي أروح أخذ القلعة هذه الأخيرة حق الخوزيت. ميس ما زلت ما أقدر أكلمها، على فكرة اللي في عينها هذه يمديني أنا أضبطه. أي هذا حق الملك الحين، إيش حق الحروب؟ أنا في خياط منشق وجهه. والله لا خلي هذا اللي منشق وجهه من الحروب. طيب يا شباب، وصلنا إلى المزرعتين أو المدينتين اللي وصلنا فيهم أورس. وعلى فكرة هذه أحد النصايح اللي جتني، قال يبحث عن كلانات كبيرة، أنصحك في منتوس من الأمباير، وأوليك من السيرجن اللي هو هذا اللي نخدمه، وتولاق من المقول. حددتوا لي ثلاثة، فبإذن الله أنا بجيبهم الثلاثة هذلا ونشوف وش يصير معنا. فحاليا كولكت ريفينيو، هذا حسب المشن طلع لي يور من ستارتد تو كولكت. أنا على بالي بندخل المدينة بنشوف 170 من كل بيت في المدينة هذه. يقول في بعض المزارعين واجهوا بعض المشاكل، لا لا لا. رفيوز ولا أجري؟ مساكين يا رجال، أجري ريليشن زادت مع هذا، وعطوني يلا أحلى تروبز ونروح اللي بعده. حلوين، في بعضهم معارضين وما يبون يدفعون، ف خلنا نهجم عليهم، أكيد فيه ضحايا بيروحون. حلوين، ما أدري كم طلعت. أولف يريد 1100، أنا كم جمعت؟ 1800 و1100، يعني ربحي 1800. وفيها شو اسمه، فرصة يا شباب، والله فرصة. معارضين قاموا ضد الحكم، طبعا خوزيتيين، بنروح بناخذ المدينة هذه. هذه نصيحة منكم بعد، انت ما عندك اي مشن ثاني؟ خلنا نرسل له مرسول. وصل مرسولنا. Thank you for asking my lord، يقول لي I can't bother you with such an important issue. الله اكبر يا ابن الحلال، خبرني. يقول ما ودي ازعجك يا سيادة الملك بامور تافهة غير مهمة. شوف المعاملة الصحيحة، تعلموا منه. وهو بهذاك يقول لي راح يجمع لي حق المزارعين. الله يخرب بيته. تواضح أورس الحين علاقتي زانت معه، موجود في أورتغاند. خلنا نجمع رجالي ونروح ناخذ المدينة هذه اللي عليها انقلاب. أوه في أحد ياخذ، لا 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 يا زمن، سبقوني الرجال، والله سبقوني سري سري. بياخذونها منهم 600 700. خلاص فكك رجالك، راحت علينا الفرصة. الزرق ناشبين ناشبين يا اخي، خلوكم فوق، ايش نزلكم تحت؟ ماخذين كسل هنا؟ لا لا واضح حربي بتكون معاهم، بس خلنا نضبط الفلوس الجرينج شويه، نجيب لنا نبيل واحد. اصلا مجرد ما يجينا هذا من، لانه من الزرق اورس، اذا قدرنا نجيب راسه فاكيد كذا كذا بيحاربونا وبيحاربونه، هو زي وضع يوم طلعت من عند العرب. موست وانتد اسم الكلان، موست وانتد، فالوضع في السليم ان شاء الله. اتوقع يمديني اخلص المشن ايه عن طريق الكلام معه. سند مسج السلام عليكم. يا اخي اقسم بالله هذا المود يا انه موفر وقت يا اخي، هذا ادفع لهم رواتب على الفاضي، خلنا نشغلهم في حرب. بعدين ودي اجرب المود انا حق تقطيع. خذ الفلوس، ام ستيل يس هير يور شير. كان يمديني اكلمه من غير لا اخلص المشن، والله يا فهاوتي اعطي 1100 وخلاص. كم زادت العلاقه؟ ما انتبهت، ما في ما انتبهت، بيبين هنا 8. طيب الحين يمدينا يا طويل العمر، ترى خدمناك قبل شوي. المشكله امورهم طيبه الحين، جيشهم كل ما يزيد ويحتلون، فاكيد معنوياتهم مرتفعه. That job you did for me nice work. حلو، ايش رايك براغنفاد ام ان ان ارمي؟ ايوه هو ذا الكلام، انتظرك تطلع من الارمي. لازم انتظر واضبط وضعي مع الحداده. ما في مدينه هنا عندهم الهاردوود رخيص؟ اي هنا في هاردوود 74 هار. هذه مدينه تنتج الهاردوود، كيف ب 61؟ اقسم بالله انه غش. سعر هذا ب 20، هاتوا اكلكم هاتوا. والله يا يبون هذه القلعه بعنف، الدفاعات فيها 419 وهذا 590. احلى استنزاف للزرق، ما ادري اذا داخلين في حرب ضد احد ثاني. لا بس الخوزيت والليك راتس هذا، لا ممكن نجيب نوبل منهم. الاسلحه كرافتد تو هاند ب 600، حاليا باع ب 600. خلينا نوجه الحلوين هذا. اقسم بالله كل ما دخلت هذه الارض جاني كراش. اول شيء خلنا ننشئ كرفان ب 10,000، او ممكن نخليه وذ بيتر تروبس، جنود اقوى يكونوا معه ب 15,000، وامسكها مثلا نوجان. نوجان اتوقع في التجاره والسكاوت كل شيء ممتاز. هذا كرفان اوف نوجان، خلنا نسوي ليف عشان يمدينا كلمه. اوكي الحين اعطيه سيوف، اتوقع هذه الطريقه اللي تقصدونها. هذا سعره بكم؟ سعره تقريبا 1000 ينباع. خلنا نشوف بكم هو يقدر يبيعه. هذه احلى جفت. يس براذر. موضوع التراك صعب اني اسوي له تراك، لكن يوم يبيعه شوف انه جان تحرك سكاوتنج على طول تلفل فيه. والله خل نروح عندنا هدف مهم هناك. ايهي كراش، والله يا شباب حاشتني كراشات الليل، وانا اعتذر اذا كررت في نفس الجمله مرتين او ثلاث، يعني نفس السالفه كذا قلت لكم اياها مرتين، لان والله العظيم هذه الحلقه عانيت، هذه المره السابعه يمكن.
بعد بحث طويل يا شباب عن المشكلة. طلعت السالفة إيش؟ طلعت السالفة أن هذه المنطقة فيها إشكالية، ومطورين لعبة يعرفون بهذا الخلل. ما أقول إلا حسبي الله على حظي. المدينة هذه الوحيدة الأخيرة اللي صار فيها خلل اللي أقدر أشلها بدون أي إشكالية من الممالك الثانية، ما في إلا ندخل نتجارد مع الزرق، بس كان قوتهم أكثر مني بزيادة يا شباب. هيبين لنا بلا والله من جد على حسابهم الجيش. كذا كذا نعرف أنه بعد شوي بيصير فيه تمرد. يسور هذا اللي بيتمرد عليه كانوا جاند، كلهم مسجونين كانوا. الخلل باختصار يا شباب أنه ملف ناقص للعبة في هذه المنطقة. حلو، أربان حصلنا، أربان ما أدري ماسك شيء. نسوي له سند مسج، خلنا نشوفه. علاقتي معه صفر، بس لعله عسى عنده مشن ولا شيء. حلو، وصل المرسول اللي هو أنا. There is something I like to discuss. طبعا ما راح يرضى. أوه يمدينا والله، ما يعرفني. شارم عندي كويس. One week later. والله يا شباب المحاولة العاشرة يمكن أعطيته 70 ديزرت هورس قبل لا أكلمه، فزادت العلاقة معاه 5 من 5، والحين عشان ينضم يريد 162,000. طبعا الأوتو أوفر لو نقصت دينار واحد ما يوافق، فخلنا ناخذه. زادت 46 علاقتي مع الجماعة حقه. Better offer accepted. يقول أنت معرضني للخطر الحين فلا بد أني. طيب جبنا واحد من الخوزيت كذا بيضبط لي العلاقات على طول. المسكة حاكم للشياطين. شوف البروسبرتي هنا 5000، فأكيد في دخل كويس صار منها. شيك هاند 1777. حلو، الاكسبكتد تشينج بدت الأموال تتدفق وصارت عندنا 3 وحدات 1115. بس هل لو مسكتها الحكم يصير الدخل هذا مو بلي؟ هنا مصيبة. ما أتوقع، بس خلنا نشوف. مانج تاون نغير، لسه ما يمديني. الليلتي يزيد بشيء بسيط، يمديني امسكها قلاع بس اريد اعطيه مدينة. ايوه، كم الجنود اللي معك؟ 42 و17، منهم بارتيين، عددهم قليل بس ودي اشوف البارتي كم الماكسيمم حقه. خلها اجمع شوية رجال وارجع له. Something I'd like to discuss proposal. لهذا اهديه، رجع الخيول ديزرت هورس حقي. وشلون يا شباب ارقيه؟ اخليه الحاكم للمدن هذه، او لازم احتل هذه المدينة بعدين هو بيرشح نفسه من باب التصويت. موتشنج بكبرك لو تيجي بتسوي خير. والبقية كلهم بحاول معاهم. حرام نختم الحلقة يا شباب بدون نجرب. ساحب معي 5 مرمات الأسهم من الخوزيت عشان أطورهم. 5 ضد 23. الهدف مني أجيب 5 يقتلون هذا علشان أجرب المود حق التقطيع، أنه يقطع هذا وفي نفس الوقت أخلي هذا يقتلون بحيث أقدر أطورهم المود الثاني. أريد 2-3 يجمعون. يا سلام يا سلام، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. بس المعارك الجاية تشوفون قطاع ان شاء الله. المود الثاني يضبط. افا طيحوه، انا شاغلهم هنا، مفروض انهم يقدرون عليهم بحيث يجيب عدد كلات كويسة. حلو، خلنا ندمج لي اياه. طيحوه. والله شكل خيال اللي يجوني ضعاف. غولف جماعي، الله أكبر. كم القتلات؟ أكثر واحد قتل 2 للأسف. خوزيت على حسب اللي أعطاني المود قال لي إذا قتل 5 أو 10 يمديك ترقيه، فللأسف لم تنجح الخطة فما مدانا نشوف التطوير. يبيلها معارك كبيرة إن شاء الله. عاد مشكلة الأسلحة هذا خلنا نشلها، فكها عند الحداد، الباقي نخليه. عاد مشكلة المدينة هذه والله يا شباب إنها بهذلة. في حركة ثانية يا شباب، إني أعلن الحرب على الحلوين هذا واشوف جيوشي هم اللي يروحون. ما ادخل انا في الساحه هذه، بس جيوشي هم اللي يدخلون. خلينا نشوف، بيروحون بياخذون المدينه هذه الظاهر. انا مدينه اتمشى هنا. يا سلام، خلينا نساعدك عليها. هل بتاليا ريدينج حصلنا اكل؟ ايوه اورس والحلوين هذا لا سيج تكفى. وين رايح يا جميل؟ يحرقون المدن بس او القرى الصغيره. يقول لي يا سيدي غلط اللي سويناه، ومن طلب منكم؟ سوي له بارتي. ها بعد ما اعلنا الحرب نجي نكلم كاجوغان. لي الحقية اني احكم هذه المنطقة، بس احتاج دعمك. ايهي علينا يا رب. الاختبار الاخير، والله مش مخزن.
ما اقدر ارجع بتخزينه. نقول بسم الله. I'm putting my life. اوكي يريد فلوس الحين كم؟ تكفى لا تقولي فوق 100,000. 150,000 حلوة يا اخي والله حلوة. بدون ما اعطيه ديزرت بدون ما اعطيه اي شيء تعال يا كانو جان تعال. زادت علاقة 46. طيب كيف اخذ المدينة هذه؟ وبس يا شباب هنا راح نختم. حظي العاثر للأسف المدينة هذه ما راح اقدر اشلها لين ما ينزلون باتش، فما اتوقع ان الباتش هذا راح يطول، ان شاء الله انه ما راح يطول ناخذ المدينة. وفي الفترة الحالية يعني الحلقة الجاية لابد اني اشوف لي هدف ثاني، غالبا بيكون مع الزرق، وان شاء الله راح اقدر اتغلب عليهم رغم ان عددهم 3 ضعافي. اكتبوا لي رايكم في الكومنت، نصائحكم انتقاداتكم رحب بها دوما وابدا. شكرا للمتسبين القناة وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.